بعد ما تابعنا مع حضراتكم مجموعة من أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، خلينا نروح ونتابع أخبار المحافظات كمان اللي حصلت امبارح. في الأقصر تم إطلاق 37 رحلة بالون، والرحلات دي طبعا بتعتبر من أهم البرامج السياحية اللي بيكون عليها إقبال كبير جدا من السائحين. أما في الغربية امبارح تم صرف مكافأة استثنائية لجميع عمال النظافة اللي اشتغلوا في فترة إجازة العيد. كمان في أخبار تانية من الشرقية وبورسعيد والدقهلية. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من الأقصر اللي شهدت انطلاق 37 رحلة بالون. الرحلات دي من أهم البرامج السياحية اللي بيقبل عليها السائحين الوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، وقد تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة. في الغربية كلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بصرف مكافأة استثنائية لجميع عمال النظافة العاملين خلال فترة العيد، وجه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم. في الشرقية أعلنت مديرية الطب البيطري عن تنفيذ 526 ندوة إرشادية للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين والثروة الحيوانية. في بورسعيد أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقى أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وقال إن غرفة العمليات الرئيسية بتعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر. في الدقهلية قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة إن جميع وحدات الغسيل الكلوي بصحة الدقهلية وعددها 33 وحدة غسيل كلوي تعمل بكامل طاقتها خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وقال إن الوحدات بتخدم 3000 مريض غسيل كلوي بشكل منتظم 3 مرات أسبوعياً، وخلال أيام العيد هيتم إجراء 9000 جلسة غسيل كلوي للمرضى.